رقيب سامح عاشور رئيس الاتحاد. مرحبا بك. مرحبا سعادة الأمين العام للاتحاد مرحبا بك من الكويت. حياك الله. حياك وايضا. أهلا وسهلا أمين عام والسعادة الاتحاد المحامين العرب ومن الأردن. سميح الرئيس سماحة عبد العزيز. شرفتني. أنا محمد طرابلس قلنا. يا مرحبا أهلا وسهلا. تحياتكم من الأردن. طرابلس هي مشكلة. يعني ديما مسطر هابط على طرابلس. لكن طرابلس هي إن شاء الله. طرابلس لبنان تحييك. إن شاء الله بركة. ولبنان يحييك. ربي يرعاك. تجربتكم رائعة. إن شاء الله. طول بعمرك. إن شاء الله ربي يستر. بارك الله فيك. شرفني. أنا مسعود مسكين رقيب محمد سوري. مرحبا. سعود الجزائر حبيب تونس. شوف قاعدة للتعاون مع العميل تونس. تونس بلد نسحة. لماذا تونس؟ لأنها تؤنس. أكيد. لهذا ما يمكنش تكون فيها حاجة. وهي طموحين بأن تؤنس العلاقة في العودة إلى مستوى الشوري. شوف يعني هي سوريا ما يمكنش إنسان ينحي عينه من وجهه. سوريا دولة عربية أصيلة وتاريخيا قامت بأعمال كبيرة طلعت العرب إلى المستقبل، لكن الوضع سيء. وهنا احنا في تونس ما عندنا مشكلة لا حتى حد. أنا نقيب المحامين الأردنيين مازن رشيدة. الله يعني يعطيك العافية ويقويك. احنا العافية عندنا ترى الخير يعني. مرحبا سياده الرئيس. محامي ايمن بلال عضو مجلس الشعب السوري. اهلا وسهلا. انا شرف جدا بلقائك سياده الرئيس. ونحن بحاجتكم انتم الاخوه في تونس. الشعب السوري كله تونس كله. واحنا عمرنا ما ننسى فضل سوريا في العالم العربي. الله يسعدك ويبارك لك سيادة صباح. انا امين العام زياد عن بيروت. اهلا وسهلا. جموع المحامين يتمنون على سيادتك خلال اجتماع بعودة اللحمة العربية وبعودة ليس قضية بسيطة ابدا ابدا. نحن في حاجة الى ذلك. كذلك انا شفته اخيرا ولك صديقنا شرف جواز احمد الامين عام مساعد. مرحبا كيف كل السيد سمير الطبري قائد سوريا. انا نصفي سوري ونصفي تونسي. زوجتي تونسية واولادي تونسيين. تونس وسوريا طبعا نسبة سمين. شرف لنا كبير. بارك الله الله يسلمك. اهلا اهلا مرحبا بك. نقيب هذا المجلس العام المحمي امين مساعد اتحاد المحامين العرب. مرحبا بك. رئيس لجنة. اهلا شريان الشريان نقيب محامين الكويت. اهلا وسهلا. مرحبا بخير. نراو ابو ناصر صديقنا. الله يحفظك. الله يبارك فيك. أهلاً مرحبا بكم. أهلاً بخير. الله يحفظك. لاباس. شنو أخبارك محمد؟ تذكروا عجبا. أيفتى وماليكم بالمدينة. لا نعرف. مشيت أنا غادي وتقابلنا غادي وتعاملنا على مسألة تحكيم. قال لهم الآية الكريمة فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويسلموا تسليما. شكرا. اهلا. راشد مندوب مصر في الاتحاد. اهلا وسهلا. قدر مصر وقدر سوريا ان تكون السيسي والسبسي هما يعني منقذاها من لا ما هو احنا هو عنده نكته زايده عني. انا بقى هو ياه انت سابق. فخامة الرئيس بلال مرموز من لبنان. اهلا يا سهلا. مرحبا بك. كيف حالك؟ ناس المغرب. اهلا وسهلا. اهلا استاذ كريم القيمة وحامل برا بطن يا مرحبا. اهلا 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 وسهلا. رئيس محترم استاذ نقيب محمد اليماني نقيب هيئة سلام الله في المغرب. يا مرحبا. سعيد نقيب نقيب سلام جيبن هيئة سلام المغرب. شكرا. أنا أستاذ عبد العزيز مزوبة نقيب من بلد المحامين من ناحية الكورية. شرفنا. تحية تونية وكلمة خدم المحامين مصر وكلمة مشاهدة حفظ عمنا عرف سعداء نشوف من الحساب. شرفنا. سيد رحمة بك. توفيق مويد لقابة بيروت من
بس انا فخور انه تخط جدا زكي عم ساعد في ان شاء الله صباح الخير سلامة الرئيس. جاي الشمس من الإمارات. بلدك من الإمارات. احنا كان كنت صديق حميد الشيخ زيد. ولا زلت الله يغفر ولا زلت انت عميدنا وابونا. الله يخليك. شكرا ساتر. اهلا وسهلا. ما يهمش. شاكرين ضيافتك طلع شاكرين ضيافتك أمسك وجودك الله يخليك السلام يعني الله يحفظك طول بعمرك أنا من الإمارات جمعية الإمارات من المحامين سنك قد السنة 42 أنا جيت المحاماة 3 أكتوبر 52 الله شرف لي يا سيد طول العمر إن شاء الله ما هو كهوة شرف لي يا سيد انت التراث من سيد الرئيس اسماء داخل من نائبة المحامين من بيروت احنا اصلا مفاجئ ايه اخلصنا مرحنا وياكم واضح الله السلام انا محمد المسوري من اليمن 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 السعيد اليمن كان سعيدا ونتمنى ان يكون سعيدا ان شاء الله كل واحد قريب ان شاء الله نشوفكم على اليمن وهم جدا سيد الرئيس أنا صباح المختار من العراق أنا رئيس جمعية المحامين العرب في العراق أنا من العراق طبعا أنا قال لك أسكندرية انتظار لو قرر لها القرار لكن ليل المجد وبالعراق نهار هذا السيدة جيني ماي محامية من نيويورك السلام عليكم اهلا سيادة الرئيس حياك الله حياك الله سيدي الله يخليك سيادة الحال من الحال سيادة الرئيس كل ابناء الامه يتطلعون لحكمة الرئيس قائد البلد ويقتبسون وتشد الأنظار نحو سيادة الرئيس ونحو تونس الخضراء نحن في تونس الخضراء لا نقوى ولا نقبل ولا كذا إلا أن نبقى وتبقى خضراء وتزداد اخضرارا ولكن لا تزداد اخضرارا إلا باجتماع كافة الدول العربية بكاملها في أرض تونس التي هي تعلمنا من تونس وأهل تونس وتعلمنا العروبة وتعلمنا القومية وتعلمنا الكلمة ولذلك نحن العرب مش سهلين صحيح نحن العرب عاطفيين ولسنا عقلانيين صحيح لكن عندما تجتمع العاطفة والعقل بسيادة الرئيس تتغلب على كل شيء أنا بتشكرك على مقدمتك بتمنى لبنان يعمل مثلكم تونس صارت رائدة بشكل نتمنى جاب دلوه مجموعة ولكن هذا كان اختيار الحق الصحيح وانت
تسلم.